تبدو الحياة وسط القصور الحجرية المتناثرة على قمم جبال يافع أشبه بالدخول إلى أحد الممالك القديمة التي ما تزال تحتفظ بحصونها. تقف البنايات الحجرية على الجبال وتشكل لوحة فاتنة من الجمال، وصفتها المهندسة المتخصصة بالعمارة الإسلامية سلمى الدملوجي بناطحات السحاب الحجرية الفريدة في العالم. العمارة اليافعية الفريدة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولها امتدادها المرتبط بالحضارة الحميرية المزدهرة. أدهش الزائر في يافع من فرادة العمارة وروعة أسلوب البناء وارتفاع البنايات الحجرية الضخمة بما فيها من زخارف ونقوش وأقواس دائرية وعقود بيضاوية وطراز معماري خاص لا مثيل له. الثروة المعمارية في يافع هي محصلة تراكمية لحضارة حمير العريقة التي ما زالت شواهدها حاضرة يجدها كل من يزور يافع. يتميز البناء في يافع بطراز فني فريد ومختلف عن أنماط البناء في مدن يمنية أخرى، حيث تمتد المباني ذات الزخارف الفنية البديعة على مناطق جبلية شاهقة، ويضيف الارتفاع الكبير للمنازل فرادة جمالية كما لو أنها ناطحات سحاب حجرية معلقة في الفضاء. المباني في يافع تأخذ طابع البناء البرجي المستند إلى أساسات قوية، ويصل ارتفاع المباني إلى 7 طوابق أو أكثر، ويفصل حزام حجري أبيض اللون بين كل طابق وآخر. يزين الحزام الحجري الأبيض المباني ويزيدها تميزا، وعلى واجهات المنازل تصطف الأحجار المصقولة البديعة ذات الألوان الرمادية المائلة إلى الزرقة، وتشكل الطراز المعماري الفريد والمتناسق إلى حد كبير. على سطح كل مبنى تنتصب 4 زوايا وتسمى بالتشاريف، وهي زوائد توضع في رأس المبنى على سبيل التشريف والانتهاء من البناء. المعمار اليافعي ليس فقط مجرد طراز أو نمط، بل هو حقيقة معمارية يمتلكها أهالي يافع ومعلمو البناء اليافعيين.
بدأت في العمل التطوعي في العام 2015 وحتى يومنا هذا، وإن شاء الله ما دام قلب عبود بن حاتم ينبض بالحياة سيكون العمر كله إن شاء الله. أولاً هذه السيارة هي مميزة جداً، والجمهور أطلق عليها غزال الجبال، غزال الجبال YCS. هذه عندما تنطلق في أرجاء يافع، عندما تدخل أي قرية يشعر الناس بالسعادة، يحسون أن هذا ستقوم في مهمة وهي أسعاد الآخرين، في مشروع، في فتح طريق جديدة، في شريان جديد. هذا تبعث الأمل وتبعث السعادة، إنها غزال الجبال. أولاً من خلال ثقافتي ومن خلال اطلاعي أدركت أن لابد أن يكون لي هدف نبيل في هذه الحياة، أسعى وأكافح وأناضل من أجل أن أحققه، وهذا الهدف النبيل يجعل حياتي معنى، أي أن عمل الخير يجعل حياتنا معنى. ففكرت أن لابد من وجود العمل التطوعي في مجتمعنا اليافعي، لابد أن نقرس هذه الثقافة وأن نرسخها في مجتمعنا اليافعي، ثقافة العمل التطوعي. فخطرت ببالي هذه الفكرة، لأن كان هناك ركود كبير خاصة في الأعمال التطوعية في مجتمعنا اليافعي، فكانت شبه منتهية، فقمنا بإحيائها. وقمنا ففكرنا أن لابد من شق طرقات جديدة إلى القرى المحرومة، كذلك لابد من وجود جسور تواصل ما بين القرى، كذلك جسور تواصل ما بين سي اليافع وجبالها، أي أن يافع بحاجة إلى البنية التحتية، إلى الطريق، فلا بد من وجود آفاق جديدة وبث شريان جديد إلى كل القرى المحرومة إن شاء الله. القرى المحرومة من الطريق يعاني الأهالي فيها من المتاعب، من المصاعب بسبب عدم وجود الطريق، فلم تلتفت لهم الدولة في ظل الأوضاع التي نعيشها، كما تشهدون أن أوضاع المؤلمة لبلادنا التي تعيشها من حالة حرب. ففكرنا أننا نحن لابد أن يكون لنا بصمة، لابد أن يكون لنا يعني دور في تحقيق وبث السعادة إلى كل قلوب الرجال والنساء والأطفال في كل القرى المحرومة من الطريق، وشقينا طرقات كثيرة وأدخلنا لهم السرور. وما زالت هناك قرى أخرى الآن نسعى بكل جهد. نحن الآن قبل رمضان قمت بزيارة إلى شعبي وإلى قرية السوائل وإلى قيل الضبوعي، هذه القرى محرومة من الطريق، وإن شاء الله سوف يكون لنا برنامج في رمضان إن شاء الله، وسوف نوفر لهم الدعم، وسوف نفتح شريان جديد إلى 4 قرى محرومة من الطريق. عندما نقوم بشق الطريق إلى القرى المحرومة تبدأ مشاريعنا من الصفر، ونتحرك على برنامجين. البرنامج الأول وهي المبادرات التطوعية الأسبوعية، مثلا نحدد كل جمعة على قرية ونذهب إلى القرية التي نريد منها المبادرة، ونجلس معاهم ونحدثهم عن القرية المحرومة من الطريق، ونطلب منهم المبادرة لمدة نصف يوم، فيأتون لنا بالعمالات الماهرة، البناة، النقاشين، العمال، ويبادرون نصف نهار. بعد ذلك أسبوع آخر قرية أخرى. كذلك يتحرك البرنامج الثاني وهو الدعم المادي، فنعلن عبر قناتنا، قناة العمل التطوعي يافع التي أنشأناها، نعلن التبرعات للقرية التي هي بحاجة إلى الدعم وبحاجة إلى التكاتف، وندعو كل أبناء يافع أن يضعون بصمتهم وأن يشاركوا في هذا المشروع. ثقافة العمل التطوعي هي ثقافة عظيمة،
فمن خلالها يستطيع نحقق المشاريع التي كان يظن البعض أنها مستحيلة، حتى المشاريع التي عجزت عنها الدولة يستطيع العمل التطوعي أن يحققها بتكاتفنا بتعاوننا. حلمي إن تصل الطريق إلى كل القرى المحرومة في أرجاء يافع. بيوت لا تبنى إلا من الصخر وفوق الصخر، إنها العمارة اليافعية المترامية الأطراف التي تحمل الحضارة والأصالة والفن. لذلك اخترنا أن تكون تجربتنا لهذه الحلقة هي البناء الحجري في يافع. شغلنا بالمغالة في بناء الحجرة في منطقة يافا، وكما تعرف أن أنا في يافا معتمدين على الحجر، يعني البناء المسلح دخل جديد على المنطقة قريب. بالنسبة للحجر نجيبها من الجبال، أول بيستخدمونها في تطليعها في النقاش، يطلعها من الجبل يحفر عليها يطلعها في كمبريشنة ينقلها إلى مكان العمل، يقوم تعديلها الباني في مكان العمل حسب الطلب، مربع يوضع في البناء مع إما مع الأسمنت إما مع التراب، يعني بعدة أدوار، من دور من دور من ثلاثة على حسب الطلب الزبون المبنى اللي يقوم بإنشاء. أول مراحل تجيب الحجر تعدل عنها يسمونه يمثل الحجرة، يعني يعدلها يربحها حسب الطلب يربحها، وبعدين يبدأ بناها عملية الرص، يأخذ المقاس أول حاجة البيت السكن أربعة كم متر، بعد يقوم بعملية الرص الحجر كل حجر جنب أختها، بعد تعديلها ويضع على الأسمنت ويضع على التراب. لازم لما تحط الحجر تحط لها شغف حجر مياضير تتعدل، تحط لها زاوية عقابة تحدد لها مياضير حجر شغف تتعدل بالشكل المطلوب، تقوم مكانها تأخذ موقعها المضبوط. هذا كما ذي قدامك هذا النقش، يعني تصلى عملية نقش في الصالون بالدار، أو تحطها في الخط الأبيض بين دور دور فصل بين دور الأول دور ثاني، يحطها في بعض يحطها جنب الطوق، يعني عدة نقشات عدة أشياء تشتيها.